بسم الله. اول حاجه اعملها هضيف بيلدينج هسميه مثلا اي تي اس. اوكي، الادرس، الستريت اوبشن، البوست كود، السيتي، الدوله، ودي الصوره لو عايز. وبعد كده تقول له سبميت، بيقول لك العنوان مش سليم بس انت عايزه كده، اقول له اه تمام. بيقول لك ده الاكسبورت كود. الاكسبورت كود ده مهم عشان تاخد المعلومات اللي انت عايزها من الريفت ومن البيم 360. تقول له طلع لي كود، وتاخد الكود ده كوبي، تدخل هنا في الكونفيجريشن، هتلاقي المعلومات الخاصة باللوكيشن بتاع المشروع، البورتفوليو، مواعيد الشغل، وهكذا. طيب هقول له انا عايز ادخل بقى في المبنى دلوقتي اس، هتلاقي البيلدنج هنا، هتلاقي الكود موجود هنا. طيب خلينا ندخل في الفيلد، فاجي اعلم على المكان اللي انا عايزه. ممكن اعمل فلتر على حاجه معينه او اعلم عليهم كلهم، مفيش مشكله. اقول هنا مور اكشن، اقول له اكسبورت تو بيم 360 اوبس، ادخل له الكود واقول له دن. هيبقى ياخد المعلومات دي ويعمل لها اكسبورت، وهيبعت لي ايميل يقول لي ان الحاجه فعلا تم نقلها او تم نسخها او تم نقل البيانات عنها من الفيلد للاوبس. فبعد فتره هتلاقي المعلومات كلها جت هنا الخاصه بالاكيوبمنت.